الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. المشهد حاليا في مصر زي ما كلنا متابعين وزي ما كلنا عارفين مليونيات ومظاهرات في كل مكان. ما عادش في ميدان في مصر إلا ما تلاقي فيه مجموعة واقفة إما تأييد وإما تنديد. يعني تأييد وتنديد، تناقض ما بين الطرفين الاثنين. اللي ضايع في الوسط المواطن المصري البسيط الغلبان، اللي ضايع في الوسط الراجل اللي مش لاقي قوت يومه بالمعنى البلدي البسيط. أطلع مليونية في التحرير، أطلع مليونية عند الاتحادية، أطلع مليونية في رابعة العدوية، أطلع مليونية عند مسجد الرشدان، أطلع مليونية في ميدان الشون، أطلع مليونية في ميدان الشهداء. الميادين كلها بسم الله ما شاء الله، بالروح بالدم نفديك يا أبو البولة. مؤيد ومعارض، مندد ومؤيد، وفي النص ده كله أصبحت مصر في أزمة حقيقية. أنا بصراحة أنا نفسي اتجننت، ما عادش مصدق أصدق اللي موجودين في رابعة العدوية ولا أصدق اللي موجودين عند الاتحادية. النهاردة يطلع قرار، بكرة أرجع في القرار اللي أنا طلعته النهاردة. النهاردة أطالب اللي أنت لازم ترجع في قرار ما، لا أنا مستمر في القرار وما أناش راجع فيه. وده كله على حساب مين؟ على حساب المواطن المصري الغلبان البسيط. ألاقي ده بيشتم في ده زي ما بقول على طول، ولاقي التاني يرد عليه الشتيمة، إزاي تشتمني؟ أنا كمان ليا لسان أقدر أرد عليك. والاتنين نسيوا إن الرسول قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. نسينا ده كله. نسيوا الاتنين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نسيوا الاتنين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ونرجع بعد كده نقول شهيد. مش عارف يعني، أنا عاوز شيخ من المشايخ اللي موجودين هنا أو موجودين هنا يطلع يقول لي إزاي بقى شهيد والحديث واضح، ولا الحديث بطبقه في مواضع واجي في موضع تاني لا ما ينفعش أقوله زي ما أنا عايز. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال فإنه كان حريص على قتل صاحبه. والاثنين مسلمين، الاثنين أبناء وطن واحد، وفي الآخر نقول ده شهيد وده شهيد. أنا ما عدتش عارف إذا كان شهيد ولا إذا كان قتيل، واللي طالع يضرب أخوه واللي طالع يشتم أخوه، وكلنا متناسيين الأمور دي كلها. حتى مشايخنا اللي احنا بنعتمد عليهم في أخذ الدين عنهم نسوا الحاجات دي كلها. نسوا فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نسوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وكاظم غيظه هو الذي يكتم غيظه بداخله مع أنه قادر على رد الإساءة. دي كله نسيناه، كلنا نسيناه. أهم حاجة زي ما قلت بالروح بالدم، شهيد شهيد مش عارف إيه، كل واحد بيتكلم على مزاجه. داخل دلوقتي من مدينة الإنتاج تلاقي اللي بصصتك جوه العربية كده، أنت مين؟ اتفضل عدي أو استنى وقفك. وفي إيه؟ هو إحنا فين؟ إحنا بقينا فين بالظبط؟ يا جماعة اللي بيحصل ده والله العظيم تشويه لمصر من الجانبين، وتشويه للإسلام من الجانبين. عمر ده ما كان الدين، ولا عمر دي من الشريعة الإسلامية السامحة. مفيش كده أبدا. ده ديننا دين بسيط، إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. فمش عارف يا مشايخنا، أرجوكوا حرام عليكم، واللي واقفين في رابعة حرام عليكم، واللي واقفين عند الاتحادية حرام عليكم، واللي واقفين في ميادين مصر كلها حرام عليكم. مصر بتضيع مننا. أنتوا عمالين النغبة من ناحية دي والمؤيدين من ناحية دي، والراجل البسيط الغلبان اللي مش لاقي قوت يومه اللي بيطلع يكافح بعرقه عشان يأكل عياله وولاده، مش عارف يمشي في الشارع، مش عارف يجيب لولاده أكل، وادي ضرائب بتزيد. وبعد كده أقول لك لا ما هي الزايدة هعرضها في حوار مجتمعي. بسم الله ما شاء الله، حوار مجتمعي. أزود لكم فواتير المية والكهرباء في حوار مجتمعي وإحنا موافقين عليه. إحنا في إيه يا جماعة؟ أما ننهض الأول بالبلد، يبقى نفرض ضرائب زي ما إحنا عايزين. لما المواطن يلاقي دخل في جيبه افرض عليه ضرائب زي ما أنت عايز بعد كده. أمال اللي بيحصل دلوقتي في كل الأحوال هنا وهنا، الاتنين بيضيعوا مصر. أرجوكوا كل مرة بطلع أنادي وهاتي، حرام عليكم اللي بيحصل في مصر. مصر بتضيع مننا، أو مصر خلاص على حافة الهواء. لو واحد زقها كده خلاص وقعت. حرام عليكم، ستسألوا أمام التاريخ عما يحدث في مصر الآن.
النهاردة طبعا كلنا عارفين الأسبوع الماضي في مباريات القسم الثاني، طبعا لم تقم هذه المباريات وأقيمت مسابقات القسم الثالث، مش عارفين المسابقات هتقام ولا لا لغاية دلوقتي، بيقولوا الأسبوع الخامس مقام الأربع والخميس، لكن عندي تأكيد إن في مديرية أمن الشرقية بعتوا جواب للنادي الشرقية قالوا له مباراتك القادمة أنا آسف مش هتقام غير بعد الاستفتاء على الدستور. إحنا كلنا دلوقتي إما مشغولين بالاستفتاء على الدستور أو مشغولين بتأمين مقر الإخوان أو مشغولين بتأمين الميادين، فما فيش حاجة دلوقتي، ما فيش حاجة اسمها كورة، ما فيش حاجة اسمها أكل عيش، عشان كده مش عارف هتكلم في إيه. معايا النهاردة الكابتن حسام الساقة المدير الفني لنادي دسوق الرياضي، وفي الفترة الثانية هيكون معنا رئيس تحريرنا كابتن مصطفى أبو عمر. أطلع فاصل وانضم للكابتن حسام الساقة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، بنبدا مع بعض حلقتنا اليوم في استاد بلدنا، وخلوني ارحب بضيفي وضيفكم في لقاء اليوم الكابتن حسام الساقة المدير الفني لنادي دسوق احد انديه القسم الثالث واللي بيلعب في المجموعه 11 مجموعه كفر الشيخ. منورنا كابتن حسام، واهلا بك في استاد بلدنا. الله يخلي حضرتك، مبروك عوده النشاط في القسم الثالث. عقبال الدوري الممتاز ان شاء الله. عقبال الدوري الممتاز. عندك امل الدوري يستمر ولا ممكن يبقى فيه توقفات؟ ما فيش حاجه مضمونه، يمكن اليوم بيعدي النهارده مش عارفين بكره في ايه. انا عند حضرتك دلوقتي مش عارف بكره ممكن اكون موجود فين او هكون موجود في بيتي او لا. ان شاء الله في الدنيا ما تقلقش. ان شاء الله. بس فين في الدنيا؟ فين في الدنيا؟ فين في الدنيا؟ تعبير صعب قوي يا كابتن حسام. ما ده للاسف نبره ياس من الاوضاع اللي احنا شايفينها بقالنا سنتين، كل يوم بنقول بكره احسن بكره احسن، للاسف. من وجهه نظرك شايف الحل يكمن ازاي ويكمن فين؟ كل الناس بتتكلم عايز 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 ومفيش حد بيشتغل. لو الناس مش حد بيدي فالناس فاضيه. لو الناس اتشغلت بشغلها، كل واحد اتشغل بشغله، اتاكد ان كل ده هيروح. النهارده اللي قاعد في سواء هنا على قدام مدينه الانتاج وانا داخل عشان مجرد بس نمرب ده، بيقول له لا لا ده مش فلول ده قالوا لك كده وانت داخل. وقبليها واحد هيدخل تاني هيقول له لا وقفه. في التحرير ناس قاعده، في الاتحاديه ناس قاعده، كل دول بيشتغلوا بيجيبوا فلوس منين ياكلوا ويشربوا. شفت انت الصوره النهارده لما انتقلت للقاهره من دسوق، شفت الوضع على الطبيعه؟ رغم ان احداث عندكم في كفر الشيخ برضو كانت متهبه اليومين. نفس المواقف كده بتحصل كتير، سواء عندنا في دسوق او في كفر الشيخ. يمكن في كفر الشيخ في ناس اصيبت الجمعه الماضيه اصيبت يعني شديده قوي. هل انت مع توقف الاعتصامات والمظاهرات في كل مكان؟ الناس تبدا تشتغل؟ بالتاكيد الناس تشتغل. مش هنخلص من اللي احنا فيه غير لما الناس تشتغل. تعرف اللي انت عندك مجموعات في القسم الثالث، يعني عندك المجموعه 13 مطروح لم تقم حتى الان لدواعي امنيه، ما فيش ولا مباراه فيها، وعندك المجموعه الرابعه مجموعه سينا مفيش ولا مباراه لعبت فيها، المجموعه التاسعه مجموعه المجموعه السادسه مجموعه الشرقيه برضو ولا مباراه اقيمت فيها لدواعي امنيه. طب يعني بالله عليك قول لي ازاي هيبقى في صعود وهبوط وفي ثلاث مجموعات ما فيش ولا مباراه فيها اتلعبت لغايه دلوقتي؟ للاسف ما احنا بنقول ان محدش شايف شغله، كل واحد بيفكر هو في الاعتصام في التجمهر. وللاسف ان في معظم اللي موجودين سواء في التحرير او في الاتحاديه او اللي موجودين هنا سواء معارض او مؤيد مش فاهم، يعني فيهم كميه كبيره جدا مش فاهمه هو بيعترض ليه. يعني المشكله ان هو مش فاهم هو بيعترض ليه، هي الناس طالعه فبيطلع معاها، الناس موجوده فموجود معاهم. فاكر الفيلم عادل امام والمرحوم الراحل عبد المنعم مدبولي احنا بتوع الاتوبيس؟ اما كانوا بيسوقوا احنا ما نعرفش حاجه ايه اللي احنا فيه، احنا ماشيين وخلاص احنا بتوع الاتوبيس. استعرض معاك نتائج المجموعه ال 12 المجموعه ال 11 اللي هي مجموعه كفر الشيخ اللي اقيمت، بلطيم مع احافه التعادل 2-2، شباب اللين فاز على ابو بلو 3-2، بيلا مع شباب المحله بيلا فازت 4-1، الزعفران فاز على سيدي سالم 3-1، مقاولين طنطا مع تسوق فريقك تبع المقاولين خسر 1-2، حضرتك فزت. سكه الحديد طنطا قمه المجموعه 2-1. هنستعرض مع بعضنا بعد كده المباريات وشرحها بالتفصيل، لكن خلوني اقول خبر موجود قدامي ان في مجلس اداره بلديه المحله اصبح الان فوق بركان ساخن بعد ما كانت في حاله من الاستقرار الاداري موجوده. الفرقه شفنا في اخر مباراه هزيمه من شربين. مجلس الاداره حتى الان في انقسامات داخل مجلس الاداره، ونقلوا النشاط الرياضي لشركه النصر
والأعضاء سيرة جدا في نادي بلدية المحلة. اللاعبين المغتربين والمدير الفني كانوا بيتناولوا وجباتهم في مطعم النادي، تم الغاء وقال لهم يعني هاتوا جبنه بقى وزيتون من بره وعيشوا حياتكم مع بعضها. ففي حاله من الغليان داخل نادي بلديه المحله، عشان كده بقول لابد ان يعود الاستقرار الى اربقه نادي بلديه المحله، لان نادي بلديه المحله اسم كبير واسم عريق. وفين زمان لما كان بلديه المحله هو الحصان الاسود لمسابقه الدوري المصري؟ كلنا ما ننساش اكرم عبد المجيد، وكلنا ما ننساش احمد فاروق، كلنا ما ننساش طبعا حامد. مين اسامه حامد، واسامه حامد الجيل اللي محمد فاروق ومحمد عماره والمجموعه الكبيره دي كلها، وياسر رضوان كان والنني عملوا تاريخ، عمل تاريخ في منتخب مصر. ايوه ده كلها كانت اسماء كبيره جدا في نادي بلديه المحله. فانا بقول لمجلس اداره بلديه المحله لابد من عوده الاستقرار مره ثانيه، ولازم الكواليس بتقول ان مجلس الاداره بيقول ان الرقم اللي بيحصل عليه الجهاز الفني رقم كبير ومبالغ فيه، سواء كان كابتن مشير عثمان او كان المساعد او المدرب العام للفريق. في مجلس اداره اتفق، وبعدين كابتن مشير اسم كبير في عالم التدريب، لما بيحصل على 10 قروش او 20 قرش دقيمه الكابتن مشير عثمان، لان انت فرقه بتنافس على الصعود عاوز تصعد، امال عاوز تجيب مدرب يقضيها معاك انت حر. يبقى ده قرارك انت مجلس اداره، وتتحمل تبعاته امام اعضاء نادي البلديه. امال لو عاوز تصعد وترجع اسم البلديه مره ثانيه لازم تضحي شويه، ولازم العوده مره ثانيه الى حاله الاستقرار والهدوء. المفروض يكون معانا تليفونات من مجلس إدارة نادي البلدية، لكن معيش حتى الآن أي تليفون. أرجع لمباراتك مع مقاولين طنطا. المقاولين سكت حديد طنطا في المركز الأول بست 9 نقاط، الزعفران وبلطيم 7 نقاط، وعثمثون أو مقاولين طنطا، وده النادي اللي كان بيلعب فيه محمد صلاح نجم بازل السويسري ومنتخبنا القومي، 6 نقاط. يعني لو فاز بالمباراة ده كان هو كمان بقى أنا كنت لعب الأول، أنا كنت لعب 6 نقاط. أعتقد كانت مباراة صعبة، ولكن الفوز فيها يعني رجعك بعد كده لي عندك 5 نقاط، يعني الهزيمة كانت هتبعدك شوية يا كابتن. المباراة دي كانت بالنسبة لي مباراة بستة بونت مش بثلاثة بونت. لو لا قدر الله ان كانت مقاولين طنطا كسبت الماتش ده كانت هتوصل لنقطة 9، وانا هفضل عند نقطة 2، 7 بونت في 3 مباريات، صعب قوي ان هم يتعوضوا بسهولة. ولكن كان يمكن انا دي الاول يا كابتن المباراة قدامنا، طبعا مقاولين طنطا باللون المعهود لنادي المقاولين وقدامنا على الشاشة، وده استاد طنطا الرياضي. وطبعا كابتن بقى هسيبك تتكلم عن المباراة، اتفضل يا كابتن. يمكن هم بدأوا، دي يمكن أول كرة اللي حضرتك شفتها، دي أول كرة كانت خطر جدا علينا. بعد كده بدأت الأمور تتماسك وبدأنا نمسكوا الملعب. فرقة طنطا فرقة كويسة جدا، ولكن هم معظمهم صغيرين في السن. ويمكن دي النقطة اللي أنا اعتمدت عليها، إن أنا عندي 2 أو 3 خبرة في الفرقة، ممكن يتحكموا في أمور المباراة في الشوط الثاني. حتى ما كنتش مستعجل على التهديف، لعبت بطريقه متوازنه. هم معهم طبعا مدرب كويس جدا كابتن خالد، كابتن خالد كامل طبعا نجم المقاولين ونجم شبين الكوم. ده الجون الاولاني عندي محمد جلال تابع فيها كويس قوي. دي ضربه الجزاء طبعا اللي هم اتحسبت لهم في الشوط الثاني من الهدف. ايوه بعديها بدقايق، يمكن هو ده اللي ساعدني، يمكن ده عندي الباك رايت عندي اللي هو محمد عماد. جون جميل يا كابتن، تصويبه من بعيد، لعيب كويس جدا على فكره. انا جايبه من الدرجه الاولى وعنده 22 سنه. يعني انا معظم الفرقه عندي جايبها، اللعيبه اللي جبتها جديده كلها 22 23 منين سنه. منين اللاعب ده يا كابتن؟ من كفر الشيخ. جبته من نادي كفر الشيخ؟ لا هو كان بيلعب في بلقاس. في بلقاس بس هو كان هو بلده اساسا كفر الشيخ. هو عنده 22 سنه، وفي عندي 3 أو 4 لعيبه مش اقل من لعيبه الدوري الممتاز. يمكن حضرتك لو تابعت المباراه بصوره اوضح، يعني عندي محمود الشريف، عندي هادي عامر، عندي احمد البسيوني، وكلهم متوسط اعمارهم 22 23 سنه، لعيبه كويسه جدا. في عندي خط ظهر كويس قوي، ولكن احنا يمكن بدانا بدري. انا بادئ من 15/7 عكس الانديه كلها، وطلعت معسكر، عملت معسكر عندك اعداد. استقرار اداري في السوق؟ احنا عندنا مجلس اداره كان فيه بعض المشاكل، بس لما احنا كنا متابعينها ما هنا في البلد. عشان ايام الانتخابات بتاعت مجلس الاداره، بس هي دي اللي حصلت هزه بسيطه كده يمكن اثرت علينا. بس المجلس الجديد اللي موجود معانا دلوقتي الحاج عادل حسنين والاستاذ اسامه كامل والكابتن امجد مسعد والاستاذ ايهاب عارف، كلهم متضامنين معانا بصراحه وقريبين مننا جدا. انت بتقابل فرقه في استقرار؟ يعني انا عارف مقاولين طنطا كابتن مصطفى قرن، كابتن علاء وكاشا. علاء وكاشا طبعا الاثنين بسم الله ما شاء الله عاملين استقرار جدا في الفريق. على فكره انا رئيس الشركه مقاولين طنطا، انا كنت لعيب في مقاولين طنطا، لعبت 3 سنين في مقاولين طنطا. جيل علاء فتح الله والمجموعه يعني لعبت معاهم في دمنهور، لعبت معاهم في طنطا. يعني علاء فتح الله زي ما علاء فتح الله في دمنهور وفي طنطا الاثنين. ولعبت مع كابتن علاء وكاشا طبعا.
عصام ابراهيم بتفرق لما يبقى لعيبه كوره يعني سواء مصطفى اوراني او علاء عكاشة الكباتن الاثنين لعيبه كوره فعاملين حاله من الاستقرار وجايبين خالد كامل مدرب محترم فعشان جدا انا بقول لك عامل فرق كويس جدا على فكره الفوز ده كان مهم جدا. بنرجع تاني للقاءات في الاستاد يعني الامن قول لي تواجد الامن كان ازاي في المباراه؟ التواجد الامني موجود وانا شايف التزام جامد جدا يعني دي ثالث مباراه نلعبها التزام من اللاعبين والاجهزه الفنيه ومن اللاعبين ومن اعضاء مجلس الاداره اللي بيكونوا موجودين في المباريات التزام تام مفيش حد عايز يعمل مشكله. مهندس احمد مجاد كان موجود وكان معاه الدكتور وائل التراس رئيس منطقه الغربيه كانوا الاثنين حاضرين اللقاء يعني ده حاجه جميله جدا معاده مجلس اتحاد كره القدم ومعاه رئيس منطقه الغربيه لكره القدم ويمكن اشادوا بالفرقتين يعني يمكن الاثنين اشادوا بالفرقتين جامد جدا يعني مفيش فرقتين في المستوى في القسم الثالث عشان كده احنا كنا حريصين ان احنا نكون موجود معانا بكاميراتنا موجودين معاكم لان ده هدفنا كابتن حسام ان احنا نظهر الفرق انا اسف اللفظ المغموره اللي فيها لعيبه نقدمهم للدوري العام والممتاز بيه. يمكن انا يوميها حتى كنت فرحان جدا طبعا المباراه بتتصور على اساس ان اعرض يمكن دي سلعه تمام ماشي وبالذات لما يكون عندك لعيبه متوسط اعمارها صغير انت بتتمنى ان اللعيب ده يطلع من عندك من النادي بيروح نادي كبير ده بيصيط النادي وبيسمع للنادي وبيسمع اللعيب نفسه وبيتحسب لك انت كمدرب. ده الهدف الجميل. لو جاهزين بلقاءات ما بعد المباراه نطلع نشوف لقاءات ما بعد مباراه دسوق ومقاولين طنطا او عصمثون ونرجع نكمل لقاءنا مع الكابتن حسام السائل المدير الفني لنادي دسوق. مش مفاجأة بالنسبة لنا لان احنا لعبتنا صغيرة ولسه بادئين فترة اعداد قبل الدوري باسبوعين. الحمد لله ربنا كرمنا في الماتشين اللي فاتوا بس انا عارف ان هي في فترة كده هتيجي العيال مش هتقدر تكمل لان السن الصغير الدوري ده عايز خبرة وعايز ناس واقفة على رجليها. احنا ان شاء الله هنحاول نصلح الاخطاء بتاعتنا في الماتش دوت وان شاء الله توفيق لفريد السوق توفيق لفريد مولين الماتشات الجايه ان شاء الله. الحمد لله والله على المكسب هتعبنا والله وبعدين ما كانتش ماشيه معانا في اول المباريات يعني رحنا بايره تعادلنا في اخر دقيقه برده الزعفران برده تعادلنا في اخر دقيقه الحمد لله النهارده ربنا يعني اجتهدنا والله في الاسبوع اللي فات ده وتعبنا وعشان كده ربنا كرمنا الحمد لله بعد تعادل برده وربنا كرمنا برده وفقنا برده دي الحمد لله الحمد لله والشكر لله والله يعني متوقع نجين متوقع نكسب ان شاء الله. الفرقه عملت ماتشين ماتش في بيلا كان عالي جدا الحمد لله وتعادلنا في الدقيقه 94 وعملنا ماتش يعني متوسط وكنا غالبين لغايه 90 ما كانش في نصيب. النهارده الحمد لله الرجاله كانوا في الملعب قد المسؤوليه والحمد لله وربنا كرمنا الحمد لله وكنا متوقعين المكسب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين لان الماتشين اللي فاتوا في بدايه الدوري احنا الحقيقه تعبنا جدا فيهم وكنا نستحق الفوز بعدد كبير من الاهداف لكن التوفيق ما كانش معانا ابدا في الماتشين اللي فاتوا. خسرنا اربع بونت غاليين جدا علينا كان ممكن يعدلوا وضعنا ونبقى في صداره المجموعه لان احنا من الفرق يمكن الفرقه الوحيده في المجموعه اللي بدانا بدري جدا الاعداء. دعمنا الفرقه كويس مجلس الاداره واقف معانا كويس للامانه يعني الناس كلها ما فيش حد مقصر باي حاجه. انت لحضرتك شفت الماتشين الاولاني ماتش بيها الاولاني والماتش بتاع الزعفران اقل حاجه 6-2 في الماتشين. النهارده طبعا يعني اللي في الشوط الاولاني كنا كويسين جدا كاداء وكانت وقفه الملعب برده كويسه بالنسبه للعيبه كلها. الشوط الثاني بعد الهدف الاولاني برده من الضغط العصبي على اللعيبه ويمكن بس الخوف برضه ان يحصل تعادلنا تعادلنا في الماتشين الاولين برضه في اخر 10 ثواني في الماتشين ويفوز وبصعوبه فريق دسوق على مقاولين طنطا بهدفين مقابل هدف واغلى 3 نقاط لفريق دسوق من ملعب استاد طنطا مصطفى بقمر لاستاد بلدنا. برحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن حسام طبعا دي أجواء ما بعد المباراة فرحة عارمة لدى الجهاز الفني ومجلس إدارة نادي دسوق بنبارك لك على هذا الفوز الغالي الثمين. خليني أنعي لاعب أو مهاجم فريق المنصورة الناشئين 93 سنة مواليد 93 اتقتل مرة تانية بقول اتقتل نتيجة لحالة الهرج والمرج اللي احنا بنفوت فيها في البلاد وزي ما الكابتن حسام قال انا مش عارف بكرة هكون فين قلت له ان شاء الله تكون في الدنيا قال لي حتى لو في الدنيا مش عارف هكون موجود فين. الكابتن عزم عطية ده احد المواهب داخل نادي المنصورة مواليد 93 وكان رأس حربة الفريق ومن اللعيبة اللي الكل كان يعني بيراهن على تفوقها وعلى انه هيكون نجم من نجوم المستقبل والمنصورة دائما ولاد لكن هو ساكن مدينة نبروه حصلت خناقة ما بين مجموعة
مجموعة من البلطجية، مكان من واحد فيهم ضرب عزمي اللي هو داخل عشان يفصل ما بينهم، ضربات نافذة وطعنه في البطن، ويعني لقى ربه، وعشان كده بنقول ربنا سبحانه وتعالى يتغمده برحمته ويلهم أهل وزوي الصبر والسلوان. وكلنا بنعزي أسرة اللاعب وأسرة نادي المنصورة التي أعلنت الحداد برئاسة اللواء إبراهيم الجاهد في النادي لمدة 3 أيام. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته. كابتن حسام، بلطيم اتعدت موحافة 2-2 الأول. بنانا فعلا ده ابن من أبنانا، يعني دي الحالة اللي ابنه، وأنا لسه يمكن قبل ما الخبر يوصل أنا كنت لسه بقول لحضرتك مش عارف هنكون فين. يعني أنا حزين والله. ربنا يصبر أهله ويعوضهم عنه خير يا رب. أمين يا رب، أمين يا رب. سكه حديد طنطا فازت على زمالك اللين 2-1 وهي على قمه المجموعه. اعتقد ان سكه حديد طنطا عندها فرقه محترمه جدا هذا الموسم والموسم اللي فات. هي سكه حديد طنطا عندها فرقه مميزه، وهي يمكن متصدره المجموعه ب9 نقاط. يمكن الفتره اللي جايه ديت هيبان وهتتحدد ملامح المجموعه لما الفرق اللي هي زي سكه حديد طنطا ومقاولين طنطا وتسو وبيلا يلعبوا بعض. بيلا فازت على شباب المحله 4-1، ومعنا برضو الأهداف هنشوفهم. نشكر الزميل أحمد عبد الفتاح اللي بوافينا بالأهداف دي. فازت على شباب المحلة 4-1، شايفة نتيجة طبيعية؟ طبعا جدا. شباب المحلة ما عندهاش غير نقطة واحدة، خدتها حتى من التعادل مع فرقة نادي الدلتا. فرقة بيلا فرقة محترمة جدا، معهم مدرب عالي جدا الكابتن إبراهيم الشهيدي، معهم مجلس إدارة برضو محترم وبيحاول هو. دي مباراة طبعا بيلا وشباب المحلة موجودة قدامنا برضو على الشاشة، عندهم ملعب كويس قوي على فكرة. في بيلا بيلعبوا عليه، كفر الشيخ بتلعب عليه، والحمود بتلعب عليه، ملعب كويس قوي يعني، ملعب كويس قوي. معهم كابتن ابراهيم شادي من المدربين الكويسين قوي وكفاءته كويسه قوي في التدريب ان شاء الله. يعني كابتن حسن عبد الفتاح هو اللي بيلا لسه موجود؟ موجود بس خلاص بقى في اتحاد الكوره دلوقتي. الحمد لله وصل لاتحاد الكوره دلوقتي، بعيد شويه عن النادي عن الفرقه. يعني لان كابتن ابراهيم هو اللي موجود معاهم دلوقتي. كابتن مصطفى بيقول لي في الاربيس مرتبه في اتحاد الكوره الله اكبر. كابتن مصطفى ما تحسدش الراجل، اتفضل يا كابتن. مش عارفين المرتبات هتروح فين. مش مشكله. مش مشكله. برضو يعني هنشوف الاهداف دلوقتي قدامنا ما بين بيلا وشباب المحله. بيلا فازت 4-1، وعندنا ايضا شباب اللين فاز على ابو بدوي 3-2. طبعا طبعا انت شايف المجموعه ماشيه ازاي يا كابتن، والنتائج الطبيعيه خلال الاسابيع القادمه هتكون يعني زي. هو مباراه بلطيم مع حافه نتيجه عادله وطبيعيه 2-2. وحافة كده عندها 2 بونت، بلطيم عندها 7 بونت. حافة دي كانت من الفرق الكبيرة جدا، وعلى فكرة هم رغم ان هم موجودين في المركز ده دلوقتي بس هم فرقة كويسة جدا جدا. هم فرقة حاليا حاليا فرقة كويسة جدا. يعني انا من بداية الموسم الفرقة اللي عامل حسابي عليها كانت هي وحافة، بيلا، الزعفران، مقاولين طنطا، وسكة حديد طنطا. هي فرقة الغربية عامة على فكرة. شوف الجون بتاع بيلا، هدف رائع برضو، تصويبة متقنة جدا من لاعب بيلا. يعني أهداف بنشوف أهداف جميلة جدا في القسم الثالث يا كابتن حسام. على فكرة بيلا وتسو معظم اللعيبة اللي موجودة معانا ديت كانوا موجودين في فرق درجة أولى. انتوا دايما في عبد الحميد بسيوني وغيره وغيره في سواء عبد الحميد بسيوني أو فتاح عبد الرازق كل دولت كانوا يعني دولت الجيل بتاعي وكانوا لاعبين طبعا فوق المميزين. ولكن المشكله مين يشوفه ويطلع بكام. لان انت المشكله ان انت بتيجي النهارده الناشئ بيكون عندك وتروح للنادي عشان تخلصه او يخلص لنادي كبير، تلاقي النادي بيبالغ قوي في الناشئ، فالناشئ بيفضل في النادي بتاعه لحد تقريبا ما يندفن. يعني شايف ان المنافسه في المجموعه ديت هتنحصر ما بين سكه حديد طنطا وزعفران وبلطيم وعصمصون، وممكن تكونوا انتم موجودين معاهم ولا ممكن الجدول يتقلب؟ لا ان شاء الله باذن الله المنافسه هتكون بترتيبها كده على الاوضاع اللي انا شفتها لغايه دلوقتي، هتبقى ان شاء الله دسوق، مقاولين طنطا، بيلا، سكه حديد طنطا، دولت الاربعه اللي هيبقى المنافسه ما بينهم ان شاء الله. هيطلع كم واحد من المجموعه للقسم؟ هو لحد دلوقتي واحد، لان هو في حضرتك حلو لا 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 حلو لحد دلوقتي ما احنا حضرتك مفيش شيء مضمون قلت
يعني ممكن بكره اقول لك اثنين وممكن نلغي. ما جات لكوش شروط المسابقه يا كابتن؟ لا هي شروط المسابقه بقول لك لحد، هي شروط المسابقه الاول بس اللي هيصعد الاول ماشي. بس في مجاميع يعني المجموعه اللي احنا فيها 14 فريق. دفئنا عملوا مجموعه جديده، مجموعه الف ومجموعه ب و10 فرق وتسع فرق عمل مجموعه. لا والجميل في الفيوم وهنا اللي يصعد الاول والثاني ويهبط واحد، وبقيه المجموعات يصعد الاول فقط وينزل اثنين وينزل اثنين. يعني حاجه جميله جدا بحقيقه على اتحاد الكوره. حضرتك بتسالني بقول لك، قلت لك هو المفروض لغايه دلوقتي اللائحه اللي اتبعتت او النظام اللي اتبعت ان هو الاول بس اللي هيصعد. عارف المفروض؟ مفيش مفروض. ونفهمها زي ما احنا عايزين. طبعا دي المجموعه اللي سكت حديد طنطا في المركز الاول برصيد 9 نقاط، الزعفران 7 بلطيم 7 وثمثون 6 دسوق 5 بيلا 5 وشباب اللين 4. دي المجموعه بنتابع معانا الاهداف بتاعت الاهداف كلها، اهداف كلها ملعوبه. انا شفتها قبل الحلقه، في انتشار جامد يعني، انتشار جميل جدا في الملعب وفي التزام وفي تكتيك في الملعب وفي مدربين شغالين. ما لذلك انا بقول لك، انا قبل ما بتكلم على اللعيبه او على الفريق، يمكن اتكلمت على كابتن خالد كامل، اتكلمت على كابتن ابراهيم الشهيدي، ان هم ناس مدربين كويسين جدا لانهم كانوا لعيبه كويسين يا كابتن. معظم اللعيبه دي لعبت دوري ممتاز ولعبت درجه اولى ولعبت فترات طويله وتعلمت من مدربين، فدي كلها خبرات مع الدورات اللي طلعت جديده. طبعا يعني احنا لسه واخدين البي قريب يعني من حدود شهرين، حتى كان الكابتن ابراهيم الشهيدي معايا في نفس الدوره. كل ده بدا فيه تثقيف فيه كلام من ده، بس هو المشكله ان المدربين لازم تثقف نفسها بالتاكيد. طبعا احنا قلنا المجموعه 13 مطروح ما فيش ولا مباراه اقيمت فيها حتى الان لدواعي امنيه، لعل المانح خير، ممكن دول يلعبوا في ليبيا لانهم مطروح جنب ليبيا على طول، الامور استقرت في ليبيا ممكن يلعبوا هناك، مش مهم مصر. ومجموعه الشرقيه ممكن يروح فلسطين، فلسطين المباراه فيها بتقام في غزه، ممكن الشرقيه وسيناء الاثنين ياخدوا على بعض وروح يلعبوا في غزه، ما فيش مانع. في هناك استقرار امني في غزه، في استقرار امني، مش حرب خالص ولا اسرائيل بتضرب ولا حاجه، فممكن سينا والشرقيه ياخدوا بعضهم ويروحوا. يا ريت يا كابتن مصطفى تجيب لي الكابتن فريق منيا القمح، لانه عندهم وقفه احتجاجيه غدا قدام محافظه الشرقيه، قالوا لي هياخدوا نعش وحطوا فيه كوره ويطلعوا يقفوا قدام الشرقيه، ادي يعني بياخدوا كره القدم الى مثواها الاخير في محافظه الشرقيه. يا ريت يكون معانا على التليفون كابتن محمد عز، اللي هو كابتن محمد ابو العز كابتن فريق منيا الامن. اللي اخد معاك سريعا نتائج المجموعات، المجموعه السادسه على طول معانا شباب الساحل خسر من بركه الحاج 0-3، المؤسسه مع القناطر 1-2، مدينه نصر مع الماظه تعادل بدون اهداف، الطيران مع الميه 0-3، البلاستيك مع سيده زينب 5-0، اسكو مع البنك الاهلي التعادل بدون اهداف، المرج مع الري 2-2. المجموعة السابعة طبعا قلنا لم تقم حتى الآن، اللي هي المجموعة السابعة سيناء، والمجموعة التاسعة اللي هي الشرقية. أما المجموعة السابعة ألف، كهرباء الأصاصين مع الأنطرة تعادل 1-1، شباب أبو سوير مع الحسينية 3-1، أبو خليفة مع الرباط والأنوار اللي كان بيلعب في الممتاز 1-2، سماد السويس مع الشهداء 2-3. المجموعة الثامنة مجموعة المنوفية، وياريت برضو بعد ما نجيب محمد بالعز معنا على التليفون يعني يصبر عليه شوية بس صغيرين، تجيبوا لي بقى المجموعة الثامنة، مجموعة أنا حسماها كده مجموعة الكابتن مختار عبيد، مش المجموعة الثامنة المنوفية، مجموعة الكابتن مختار عبيد، وهتعرف القصة دلوقتي. كفر شكر مع ميت خقان 0-2، أها مع ميت خلف 4-5، مباراة يعني بسم الله ما شاء الله يعني أهداف كتيرة جدا في المباراة دي. مليج كوكاكولا مع أشمون 1-0، مليج مع سيرسليان 1-1، مركز شباب بطا مع السنطة 1-1، ومركز شباب تلا مع مركز شباب طوخ 1-1. أخذ على التليفون الكابتن محمد أبو العز كابتن فريق منيا القمح. مساء الخير يا كابتن محمد. نور يا كابتن ايهاب، برحب بحضرتك وبالكابتن حسام السقا. اهلا بيك يا ابو كباتن، منورين والله. الله يبارك فيك يا كابتن محمد. اشكر حضرتك واشكر برنامج وقناه مودرن على مجهودها في متابعه انديه النظام ودوري الدرجه الثالثه. اشكرك اشكرك يا كابتن محمد. عندكم جنازه بكره في الشرقيه؟ والله يا كابتن ايهاب حاجه زي كده يعني، المشكله يا كابتن ايهاب بس عشان احكي لك في دقيقه واحده. اتفضل. احنا بالظبط 10 فرق من محافظه الشرقيه المجموعه التاسعه، ومعانا 6 فرق من محافظه الدقهليه. تمام. لحد النهارده يا كابتن ايهاب والله ما لعبناش ولا ماتش من اول ما الدوري بدا، ونفس الكلام بالنسبه لباقي الفرق بتاعت الشرقيه، يعني احنا 10 فرق بالظبط ما لعبناش ولا ماتش. تمام. على عكس طبعا بقى فرق المنصوره كلها يا كابتن ايهاب
بتلعب على ارضها اللي حواليكوا بيلعبوا كله بيلعب لدرجه ان هم بيدعوا علينا. يعني والله يا كابتن ايهاب يعني ايه بيدعوا عليكم؟ يعني الناس ندمانين ان هم وصلوا دخلوا معانا في المجموعه بتاعت الشرقيه. عندهم الامور مستقره والامن بيلعب مفيش مشكله خالص. تمام. مدير الامن طلب من الانديه بتاعتنا ان احنا نلعب على استاد الجامعه اللي ايجاره 6000 جنيه والمفاجاه بقى يا كابتن ايهاب ان 6000 جنيه دي ميزانيه الفرقه عندنا في شهر كامل، مرتبات ومكافئات وبدلات وانتقالات وكل حاجه ممكن تتخيلها. كابتن محمد قول لي هتعملوا ايه بكره في الشرقيه؟ والله كابتن اللعيبه بتاعت الفرقه كلها لعيبه الفرقه كلها بكره كابتن كلموني وقالوا احنا عايزين بنفكر نعمل وقفه احتجاجيه قدام مديريه الامن، وقفه احتجاجيه صامته ان احنا نعبر فيها عن غضبنا ان احنا ما لعبناش لحد دلوقتي، ده اكل عيشنا يا كابتن ايهاب. ما ينفعش الفرقه كلها تلعب واحنا وكل المحافظات تلعب واحنا لا، احنا عاوزك مقدرين وضع البلد فيه بس برضه ده اكل عيشنا. واخدين نعش بكره يا كابتن محمد؟ والله يا كابتن ايهاب من بعض الافكار اللي طرحت ان احنا ناخد نعش كده نعبر بيه عن خلاص نهايه الكوره عندنا في محافظه الشرقيه. وقت حضرتك في اول البرنامج قلت ان في نادي الشرقيه برضه مباراه اتاجلت تقريبا المحافظه الوحيده اللي ما فيهاش كوره خالص. المحافظه احنا بس بنناشد سيد مدير الامن اللي هو محمد كمال انه يسمح لنا اننا نلعب على ملاعبنا. احنا فعلا وكل فرق ما عندناش جمهور ولا حاجه ولا عندنا اي مشاكل ولا عندنا اي قلق من الامن، ونرجو من سيادته ان هو يحس بينا. احنا اللعيبه كلها حاسه ان مفيش امل في انهم يلعبوا كوره تاني. يا ريت حضرتك يا دكتور يا كابتن ايهاب يعني تحاول توصل احساسنا ده وشعورنا ده للمسؤولين ان احنا والله يا كابتن محمد انا بصرخ معاك ويا ريت الناس يكونوا سامعيننا وسامعين صراخنا. احنا قعدنا نصرخ عشان القسم الثاني يرجع والقسم الثالث يرجع، لكن انا قلت لك حل في البدايه لو ما كانش في رجوع خد نفسكم انتوا مجموعه سينا واطلعوا على غزه، هناك ملاعب جميله جدا كانت دكت اثناء الضرب الاخير لاسرائيل، لكن في ملعبين ثلاثه ممكن تلعبوا فيها. اشكرك كابتن محمد ابو العز كابتن فريق منيا القمح. ده طلب المداخله معانا الاستاذ احمد المنشاوي رئيس مجلس اداره مركز شباب سنورس بالفيوم. مساء الخير يا استاذ احمد. ايوه يا فندم استاذ احمد. ايوه مساء الخير يا كابتن ايهاب. مساء الخير يا فندم، تحياتي وتحياتي كابتن حسام مساء. اهلا بمسع حضرتك وبمسع كابتن حسين. اهلا بحضرتك، اتفضل يا كابتن احمد، ايه اللي عند حضرتك؟ انت طلبت المداخله لك كامل الحريه. والله هو حضرتك احنا انا مجموعه الفيوم الشمال الصعيد. اولا ليا اعتاب على قناه مودرن لسيد بلدنا ان في تغطيه شامله للدوري في مصر كله ما عدا مجموعه الصعيد شمال الصعيد عندنا، ما فيش تغطيه كامله حتى نتائج الفرق ما بتتقالش عندكم في الاستاد مودرن. لا 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 اقول لحضرتك حاجه، الحلقه اللي فاتت حلقه الاحد مجموعات الصعيد كلها الزميل علاء وحيد اي نتائجها بالكامل بما فيهم المجموعه اللي حضرتك موجود فيها. احنا هنا بنغطي كل المجموعات بنقسمها على حلقتين عشان كل واحد ياخد حقه، والحلقه اللي فاتت الكابتن علاء بيبقى معاه احد المديرين الفنيين التابعين لاي مجموعه من المجموعات الثانيه، والنهارده الكابتن حسام موجود معانا، فاحنا بنغطي. واوعدك كمان زياده اللي احنا نكون عندك بنصور لك ماتش قريب باذن الله يا كابتن. ان شاء الله تشرفوا وتنوروا الفيوم. اتفضل يا كابتن احمد اتفضل. طبعا حضرتك عندنا الدوري في محافظه الفيوم اتوقف اسبوع، يعني هبدا اول اسبوع واتوقف ثاني اسبوع عشان حصل مشكله الامن مش عايز يعمل المباريات عندنا ومدير امن عندنا في الفيوم عايز يلعب الدوري كله على ملعبين بس في مدينه ديمو. طبعا حضرتك انت عارف مراكز الشباب بتبقى الموارد بسيطه جدا ضعيفه، هو كده بيزود اعباء على اعبائي، ايجار ملعب بساط ولا مفيش يعني. بس انتوا عندكم الدكتور اسامه ياسين بسم الله ما شاء الله فاتح الخزنه بتاعته. مين يا فندم؟ الدكتور اسامه ياسين وزير الشباب. حضرتك انا ما خدتش لحد دلوقتي غير 20000 جنيه جت في اتحاد الكوره، حتى سياده الوزير عمرو فاروق وعد لا انت مالكش دعوه استاذ احمد، هو انت تابع لعمرو بيه فاروق ولا تابع اسامه بيه ياسين؟ لا استاذ ياسين الشباب بس للاسف احنا ما جالناش حاجه لحد دلوقتي يا كابتن ايهاب، مفيش حاجه خالص يا بيه. ممكن يكون بعتها لك بقى في البوسطه والجواب ضاع ولا حاجه. يا كابتن ايهاب انا عندي انا الحمد لله 40 فريق سنوس كانت ماشيه الموسم اللي فات اول بثمانيه بونت والسنه الحمد لله اول لعبت ماتشين وكسبتهم وماشي اول وعندي فرقه كويسه ولعيبه كويسه. اسالك سؤال وتجاوبنا عليه بصراحه. اتفضل. عهد مراكز الشباب ايهما افضل، في عهد الدكتور اسامه ياسين ولا المهندس خالد عبد العزيز؟ لك كامل الحريه في ان تجيب او لا تجيب. لا هو بامانه المهندس خالد عبد العزيز بامانه. اشكرك استاذ احمد وانا متابعين معاك قضاياك وان شاء الله نصل معاك لحل. شكرا جزيلا الاستاذ احمد المنشاوي رئيس مركز شباب سنورس الفيوم. قال لك
كان في فكره عند المهندس خالد عبد العزيز، كان في حركه، كان كل يوم بيزور مركز شباب وقعد مع الناس وقال لهم اللي بيشارك في القسم الثاني او الثالث اعمل نظام استثمار جديد. ولكن معلش، من يوم السيد اسامه ياسين ما مسك وزاره الشباب، مع كامل الاحترام ومن الشخصيات المحترمه جدا التي نقول لها ونقدرها، لكن لا حس ولا خبر. الشباب عاوز حركه، مش عاوز اجتماعات وندوات في الوزاره. وقعدنا اتكلمنا عن مش عارف ندوه عن ايه، والندوه الثالثه عن ايه، والندوه الرابعه عن ايه. امال على ارض الواقع ما فيش اي حاجه شايفينها في مراكز الشباب ممكن نسمع عنها بعد 5 6 7 10 12 سنه. كابتن حسام، معذرة عندنا المجموعة العشرة، مجموعة الدقهلية دي كرنس مع سمات طلخة 3-1، شباب شطة مع كهرباء دمياط 1-3، طلخة مع شباب زفتة 1-0، مياه الدقهلية على عزبة اللحم 2-0، غزة دمياط على شباب الشعرة 2-0، كهرباء فرسكور على المطرية 3-0. وزي ما قلت لكم في عندنا مجموعة المنوفية، أنا بسميها مجموعة الكابتن مختار عبيد. معايا على التليفون رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم الكابتن جمال القارح. مساء الخير يا كابتن جمال. مساء الخير يا فندم، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ تحياتي يا كابتن حسام السائل حضرتك. الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ زعلان اللي انا قلت مجموعه الكابتن مختار عبيد مش مجموعه المنوفيه؟ طبعا. طب قول لي انت زعلان ليه؟ لا هو طبعا الوضع بصفه عامه هو يزعل، لان الوضع عندنا في المنوفيه ما كانش يجب انه يكون بالطريقه دي. ما تحكي لي الوضع كده باختصار، ايه اللي عندكم يا كابتن؟ والله الوضع عندنا ان اتحاد الكوره من اول مكان الكابتن سمير موجود وفي مشاكل في منطقه المنوفيه، والكابتن مختار في مشاكل معاه وبنحاول نحلها مع الشباب والرياضه ومع اتحاد الكوره، لكن يبدو ان اخدها معاك واحده واحده. هو الكابتن مختار صفته ايه الوظيفيه في منطقه المنوفيه لكره القدم؟ كان مدير تنفيذي سابق وحاليا رئيس لجنة المسابقات الثالث. طيب ومين مدير المنطقة حاليا؟ مدير المنطقة المدير التنفيذي. بلا مدير تنفيذي. يعني الكابتن مختار مش مدير تنفيذي حاليا للمنطقة؟ لا كابتن مختار مدير رئيس منطقة رئيس لجنة المسابقات. طيب كان الكابتن مختار قبل كده مدير المنطقة بالمخالفة للوائح والقوانين؟ طبعا هو كان معين من اتحاد الكره بالمخالفه للوائح والقوانين طبعا. طيب خلينا اسالك سؤال صريح، منطقه المنوفيه بدون مدير تنفيذي بقالها قد ايه؟ اكثر من سنه ونص. تاني والنبي يا كابتن جمال، بقالها قد ايه؟ اكثر من سنه ونص. الا طب انت كرئيس منطقه ليه ما عملتش اعلان رسمي يا خلقه منطقه المنوفيه عايزه مدير تنفيذي؟ عملنا بيه ورشحنا ناس وعرضنا على الاتحاد الكوره، وللاسف الكابتن سمير ما رضيش ان احنا نعين مدير تنفيذي. ما رضيش ليه؟ يعني هقول لك ما رضيش ليه، يعني عايز الكابتن مختار انه موجود بالطريقه. طب ما هو الكابتن مختار انت حضرتك قلت لي ما هوش مدير تنفيذي. هو مش مدير تنفيذي لكنه موجود في المنطقه. لكنه موجود كمدير تنفيذي بالروح، روحه موجوده معانا. تقدر تقول بوضع اليد. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اتحاد الكرة الحالي، المشكلة ديت موجودة وفي أعضاء موجودين من الاتحاد اللي فات، موجود الحاج محمود الشامي وموجود الكابتن أحمد مجاهد. الاتحاد الحالي راضي عن الوضع؟ الحاج محمود الشامي حضر وقعد مع مجلس إدارة منطقة المنوفية لكرة القدم ككل، واتفع على إن مجلس الإدارة يجيب مدير تنفيذي للمنطقة، وللأسف الشديد فرض عليه أيضا إنه يبعد عن الموضوع ده ويتني الكابتن مختار موضوع. وبلغنا الحاج محمود الشامي بعد ما اتفق معنا. فرض عليه من مين؟ من الأمم المتحدة ولا من مين؟ لا هي دي أمور بقى يعني معروفة للكل، يا مصر كلها كانت بتدار ازاي. طب ما الثورة قامت بقى لها سنتين ما وصلت لناش لسه. لا هي الثورة يا سعادة البيئة، والثورة عملت ايه لحد دلوقتي؟ ثورة مجهضة يا بيئة لحد دلوقتي. ثورة مجهضة. اشكرك. طبعا الثورة مجهضة. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ جمال القارح رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم. هذا واضح، اتحاد الكرة المبجل المعظم المحترم ارجوكوا منطقه المنوفيه فيها مشكله، مدير تنفيذي موجود. سمعتوا رئيس المنطقه، مش انا اللي بقول ده، رئيس منطقه المنوفيه لكره القدم بيقول مدير تنفيذي بوضع اليد
عاوز قرار إقالة أو قرار إزالة، سموها زي ما أنتوا عايزين تسموها. ده مع احترام هو راجل محترم جدا على المستوى الأخلاقي، قمة في الأخلاق، لكن على مستوى اللوائح والقوانين يا كابتن حسام ده حصل على مؤهل متوسط، واللائحة بتقول لازم يكون حصل على مؤهل عالي. مديرية الشباب والرياضة رفضت تديله مرتبه، وزي ما بقول لك هو موجود ومش موجود، يقول لك واخدها بوضع اليد. إذا كنتوا أنتوا راضيين كاتحاد كرة وعهد جديد بالوضع ده في منطقة المنوفية، الوضع اللي هيتفور بالبلدي، لا خلاص أنتوا حرين بقى نتكلم بقى ونفتح ملفات ونشوف من اللي بيساند ومن اللي ما بيساندش، ونكلم ونشوف الكابتن الأستاذ العامر فاروق هيعمل ايه في المشكلة دي. قول لي كابتن، يعني رأيك ايه في المجموعات التي لم تلعب فيها اي مباراة حتى الآن؟ دي بتهددنا احنا، المجموعات اللي بتلعب ان يكون مصيرها نفس المصير. يعني ممكن اوصل بالمنظر ده، هوصل لنفس المصير للمجموعات ديت. النهاردة الامن مش موجود عندهم، بكرة الامن مش موجود عندي. بعدين النهارده احنا بقالنا 3 اسابيع بنلعب، الاسبوع الرابع خلاص على المشارف انه يتلعب. طب دولت ما لعبوش 4 اسابيع، معنى كان هيجي يضغط له الدوري. وحتى لو لعب، حتى لو الامن وافق ولعب، هيضغط له الدوري، هيلعب ماتش كل 3 4 ايام. هل الانديه دي بالامكانيات الماديه اللي موجوده عندها تقدر تلعب ماتش كل 3 ايام 4 ايام؟ صعبه جدا، مستحيل. قول لي بتوع الجماهير دسوق بايه السنه دي؟ ان شاء الله انا بعود جماهير كلها باذن الله. هي احنا عندنا جماهير في السوق متعطشه للكره جدا وبتحب الكره جدا، ويمكن املها الصعود، وان شاء الله باذن الله يكون السنه دي موجود باذن الله مع وجود مجلس الاداره الموجود معنا دلوقتي ومجهودات بسيطه مننا وتوفيق اللاعبين طبعا باذن الله. باذن الله. كابتن حسام، قبل ما انهي معاك اللقاء، في خبر استوقفني ان في قضيه رشوه النهارده تم ضبطها في مديريه شباب الرياضه بمحافظه دمياط. توضيح اكتر معايا الناقد الرياضي الاستاذ محمد العسيري. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور. استاذ محمد، حقيقه قضيه الرشوه التي ضبطت داخل مديريه الشباب والرياضه بمحافظه دمياط؟ هو في الحقيقه دكتور اياد، طبعا الخبر جاء في الاول من بلاغ، تم الابلاغ منه عن طريق بعض من داخل المديريه، اشخاص من داخل المديريه. تمام. طبعا بالضبط البلاغ طلع من الرقابه الاداريه بدمياط، طلعوا عملوا تحقيقات والبحث. تمام. فثبتت قضيه رشوه من اللي هي عن الصاله المغطاه في راس البر. اثبت ثبوت، يعني ثبت في المحاضر ان في اختلاف في فلوس من خلال القواض، لان كان في قرار نزل من سنتين ومديرية الشباب والرياضة 38 مليون جنيه باستصلاح المنشآت الرياضية في دمياط. وطبعا ما حصلش أي كلام. جاء من حوالي شهرين جمعة على أساس إن هم يعملوا الإنشاءات الرياضية في دمياط على استاد دمياط، زي ما حضرتك إنه الناس كلها شايفة استاد دمياط عامل إزاي، لا يصلح إنه يتلعب في كورة. أصبح إن المنشآت الرياضية يعني في دمياط مش موجود، ما فيش حاجة اسمها منشآت رياضية. فلما البلاغ اتضح راح طلعت قوة من الرقابة الإدارية. تمام. فطبعا طلعت هناك وتحققوا بالبلاغ من هيئه الشباب والرياضه. مين المتهم فيها محمد؟ المتهم فيها الاستاذ محمد نصر. بدون ذكر اسماء، قول لي الصفات الوظيفيه، بلاش ذكر اسماء. هو مدير الشباب والرياضه والمعاونين للشباب والرياضه. المدير نفسه. تحولت للنيابه ولا لسه في تحقيق؟ هو لسه الامر في التحقيق، لان لسه في تحقيقات، لان اتضح بعد كده ان المبالغ ما تمش الصرف ليها، وغالبا زي ما نقول انها تحولت للشخصيه. يعني دلوقتي هي موجوده في محضر رسمي في البوليس ولا اتحولت الى النيابه والقضاء؟ هي لحد الان اتعرض المتهمين على النيابه. تعرض النهارده يعني على النيابه. اللي تولى بيها الاستاذ محمود عادل وكيل النيابه. تمام. فطبعا طلع هو بمعاونيه مع رجال فرع الرقابه الاداريه بدمياط، مع العقيد ايمن رمضان والمقدمين الاستاذ محمد سعد. تمام. يعني القضيه الان امام وكيل النيابه. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد العسيلي، يعني خبر ما كنتش اتمنى لو يكون موجود. وخلاص بقى يعني نبدا عصر جديد، نفسنا الناس كلها تكون تاخد بالها من اللي بيحصل. اشكرك كابتن حسام الساعي المدير الفني لنادي دسوق، نورتني وشرفتني، وان شاء الله متابعين معاك خلال الاسابيع القادمه. شكرا جزيلا ونورتني ان شاء الله باذن الله، ونور بحضرتك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بطلع فاصل وانضم لي بعد كده الكابتن مصطفى ابو قمر رئيس تحرير البرنامج.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين، فصلنا الاخير في حلقه اليوم من استاد بلدنا. خلوني ارحب ما اقولش ضيفي صاحب المكان ايضا والشريك في هذا البرنامج الكابتن مصطفى ابو عمر رئيس تحرير البرنامج. منورني يا كابتن مصطفى، اهلا بيك. اهلا بحضرتك ومشاهدينا في استاد بلدنا. يعني اللي ما يعرفش الكابتن مصطفى ده شخصيه دؤوب جدا في عمله، ويعني دايما حابب الحته وحابب انديه القسم الثاني وحابب انديه القسم الثالث، بكاميرته الخاصه يطلع يلف في الانديه يصور مباريات ويشوف المشكله دي هنا ويشوف. عشان كده خلوني اقول ان سر نجاحنا هنا في القناة الإدارة الناجحة أولا، وطبعا التحرير اللي موجود معنا سواء الكابتن مصطفى أبو عمر أو مصطفى عادل، وطبعا طاقم العمل كله. عشان كده البرنامج بفضل الله بنفجر الكثير من المشاكل. كابتن مصطفى عاوز تبدأ بإيه؟ أنا مش عاوز أتكلم، أنا عاوز أو تقول لي عاوز تبدأ بإيه؟ والله طبعا عايز أقول إيه، مشاكل لا زالت المشاكل مستمرة على جميع المستويات. فطبعا لو احنا قلنا مشاكل دوري الدرجة الثانية، بنجد ان مفيش استقرار في دوري الدرجة الثانية حتى هذه اللحظة. في أندية، في ناديين يعني صعبانين عليا قوي، نادي المريخ ونادي بورفؤاد. يعني بيقول لك احنا مش عارفين، لا احنا عارفين نلعب ماتشاتنا برا ولا احنا عارفين نلعب ماتشاتنا جوه. وحتى لدرجة ان اتحاد الكرة ادى لكل نادي 10,000 جنيه، قال له يا كل فريق يعني ال 10,000 جنيه دول عن كل مباراة، وصرف امورك، روح العب في اي حته تعجبك واحنا ندفع نسدد لك المبلغ. للاسف الشديد كل ما يروح في حته ما يقولوا لا ما مش هنستضيفك. حتى في السويس، حتى في استاد عجرود، حتى في استاد القوات المسلحه، يعني استاد القوات المسلحه رفض يلعبوا في مدغشقر بقى وفي السودان. ما فيش حل الا كده يا دكتور. راضي عن مستوى التحكيم حتى الان يا كابتن مصطفى سواء في القسم الثاني او الثالث؟ والله هو ما فيش يعني المستوى مش مشاكل. المستوى أنا أعتقد مش واضح في استقرار برضو كابتن ادري ومعه عزب حجاج ووجيه مجموعه محترمه جدا، وكابتن احمد الشناوي عاملين شغل كويس. انا حاسس لو في شغل كويس حتى. هو طبعا ما فيش شك ان الماموريه صعبه جدا على ادري يا عبد العظيم، ويمكن فيها جزء شويه في شيء من السهوله، وكلنا بنامل ان هو يكون عند حسن الظن. ليه؟ لان عصام عبد الفتاح احد الحكام الدوليين القدامى، واحنا كنا اتفقنا حتى يمكن كنت انا وعصام عبد الفتاح ومعانا كمان رضا البلتاجي وجمال غندور، اتفقنا فيما بيننا احنا الاربعه مرشحين. كان هدفنا واحد وهو رفع شان التحكيم، بالاضافه طبعا الى النظر للحكام الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه زي انديه الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه برضه. كانوا عاملين معسكر جميل جدا للحكام الاقل من 25 سنه، كان فيه الكابتن جمال غندور، وانبسطت جدا لما لقيت الكابتن جمال غندور. هو قيمه بصراحه في التحكيم، بيدي محاضرات وبيتعاون مع مجلس اداره الاتحاد الحالي ومع لجنه التحكيم الحاليه، وده سمه النجاح ما بين الاشقاء. طبعا كابتن جمال غندور طبعا من الحكام الدوليين القدامى اللي شرف للتحكيم المصري، اللي شرف التحكيم المصري بره، بالاضافه الى انه مسك اللجنه قبل كده وكان هناك صعوبات ايام ما كان هو ماسك اللجنه. وبالتالي لما عاد دلوقتي بره اللجنه ودخل ادري عبد العظيم، الهدف واحد، الهدف بيننا كلنا كحكام دوليين سابقين هدفنا واحد، وهو رفع شان التحكيم، وخاصه ان هو في مصر للاسف الشديد ما حدش بيقف معاه. وبالتالي يعني يمكن برضه دي بشره كويسه ان في معسكر مراقبين الحكام. بس انا عايز اقول حاجه برضه، معسكر الحكام يعني انا بدل ما اعمل يعني معسكرات للمراقبين تبلغ يعني تصرف مبالغ كبيره، اديهم فلوسهم النهارده. فلوس متاخره 3 سنين يا كابتن، انت ليك فلوس متاخره يا دكتور ايهاب. انا وغيري عشان بس انا وجميع المراقبين، عشان اقول ادوا الكابتن مصطفى فلوس متاخره. لا يعني انا وغيري كمان يعني جميع المراقبين لغايه النهارده بقالنا 3 سنوات لم نحصل على مواصلات حتى بتاعت المباريات اللي بيروحوها، بالاضافه الى ان طبعا كل دول حكام دوليين سابقين او حكام درجه اولى على مستوى عالي، ناس يعني طلعت معاشات بقى ومحتاجين طبعا ان هم يمارسوا هوايتهم بقدر قليل. 200 جنيه في مراقبه المباراة، في المباراة بالفعل بالمواصلات بكله يعني كله مع بعضه كده، كله مع بعض بالمبيت بكله يعني. وما بياخدهمش للأسف الشديد بقى لنا 3 سنين. فاحنا بنطالب طبعا اتحاد الكرة ان هو يصرف الفلوس بتاعة المراقبين القدامى، بالإضافة إلى ان طبعا مساعدة أندية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة يا دكتور إيهاب بيصعبوا عليا قوي. يعني انا رحت مرة فريق اسمه نادي منية الحيط بالفيوم، لقيت حضرتك مستلف خرطوم من 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 مكان تاني، والبشبور اللي بيرش بيه الميه من مكان اخر. حاجه يعني بصراحه يعني حاجه تحزن يعني. ده مركز شباب، مركز شباب وجه على طول الدكتور اسامه ياسين. هو احنا دي مشكله كمان يا دكتور.
فضل. هو احنا برضه مش عايزين نقول مش الاستاذ اسامه احسن الاستاذ اسامه ياسين مش لوحده. العامري بيه فاروق صرف لكل الانديه اللي تتبع وزاره الرياضه، طب اسوه بيه برضه اصرف لمراكز الشباب اللي بتشارك في النشاط، الدنيا واقفه، ده ما فيش انتخابات في مراكز الشباب يا كابتن مصطفى. يعني نفسي افهم واحد عاقل يقول لي ليه انتخابات مراكز الشباب معطله حتى الان؟ ليه اخلي الناس تتكلم وتطلع اقاويل اللي احنا عايزين نعملها مش عارف فين؟ ما نمشي الصراحه كده نوضح للناس. انا عايز اديك حاجه ثانيه برضه، ان اتحاد الكره للاسف الشديد لما بيدي الاعانات ما بيديهاش لكل المشاركين في الدوري الدرجه الثالثه. انا عندي انديه كتيره جدا من مراكز الشباب ابو كبير ملهاش صوت، ابو كبير ملهاش صوت ولم تحصل على فلوس زي محمد كريم في ابو كبير ولا في الحسينيه، في الحسينيه الشرقيه حتى هذه رغم ان هو عضو في الجمعيه العموميه، يعني مش عضو في الجمعيه العموميه ولكن بيمارس النشاط على مستوى الدرجه الثالثه، وراجل مشارك في كاس مصر السنه دي. وعندنا والغريب بقى انه دفع كاس مصر 7000 جنيه، يعني مش 3 مش وميت الخولي. يعني ميت الخولي دي كانت عامله نظام استثماري الموسم الماضي، وكان معاهم سيد محمد الديري من دمياط، وكان في استقرار وكان الفريق مكسر الدنيا. الراجل سحب ايده، كان هو احمد مجاهد داب بالاس وده في ميت الخولي، فلقينا فرقه السنه دي نزلت مره واحده. فعشان كده انا بدي مناشده لسيد محمد الديرة او المستثمرين داخل محافظه دمياط، يا ريت تساندوا الانديه اللي موجوده هناك. اتفضل يا كابتن. احنا نتمنى ان شاء الله ان اتحاد الكره يعني يبص لانديه الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. والعلم حضرتك يمكن الدوري انديه الدوري الممتاز برضو يعني بنشكرهم على انهم او هنشكرهم على انهم هيتنازلوا عن حصتهم من البث الفضائي لتوزيعه للدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. فين هو في بث فضائي؟ فين ولكن هو في دوري؟ هو في بث فضائي. هم بالفعل اتفقوا خالد لطيف وسيف زاهر عملوا مجهودات مضنيه في الموضوع ده، وقالوا ان احنا عاوزين هندي مش هتحصل هنبيع بنص مليون يا كابتن مصطفى. يا كابتن مصطفى اشتري بنص مليون وتيجي اتحاد الاذاعه والتلفزيون تقول لي شرط البث ب 3000 دولار، ادفع 18 او 19000 جنيه في مباراه عاوز انقلها، طب مين المعلن اللي هيجي؟ مع كامل احترامي لكل الانديه القنوات عاوزه تساهم في حل المشكله، هتدي نص مليون جنيه اوريدي موافقين ندفع نص مليون جنيه زي ما قالت اداره القناه هنا وزي ما كنت بتكلم مع المهندس مازن مرزوق، لكن ما اروحش ادفع كمان 3000 دولار عن كل ماتش بقدمه. لا كتير يعني وبعدين احنا عاوزين نساعد، احنا عاوزين نساعد ولو على الاقل باقل القليل من وان انا مش متفائل، يعني في الايام صعبه جدا اللي احنا بنمر بيها دي، والدوري الدرجه الثانيه حتى على يعني حتى الدرجه الثالثه دكتور ايهاب سايبين الاتحاد الكره للاسف الشديد سايب الانديه لانها تتصرف بعمرها، في بعض المباريات بتقام بدون جمهور وبدون امن وبدون اي حاجه خالص منهم من بعض كده، ياخدوا بعض الفرقتين ويروحوا يلعبهم على مسؤوليه نفسهم حبايب. طبعا حبايب زي ما حصل قبل كده في الرباط والانوار وهناك وغزل بورسعيد. يعني ما يعني احنا انا بستعطف طبعا اتحاد الكره ان هو يبص لهذه الانديه ويقف مع الانديه ويضغط شويه على مديرين الامن علشان يساعدهم على انهم نكمل النشاط حتى بتاع الدرجه الثانيه على الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه على الاقل. دكتور اب بدل ما احنا يعني العمليه ده اللي مبسط العمليه شويه ان هذه الانديه والناس اللي بتكافح فعلا في انديه الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه ان هم بيحاولوا ان هم يمارسوا هوايتهم وياكلوا عيش من خلال الملاليم او المبالغ الزهيده اللي بيحصلوا عليها بالامكانيات المتواضعه جدا جدا عند هذه الانديه. ان شاء الله كابتن مصطفى يعني في دقائق معدوده اوفت لنا وقلت لنا كثير من المشكلات اللي موجوده داخل القسم الثاني او القسم الثالث. عندنا مباريات الاسبوع الخامس ان شاء الله في المجموعات كلها بكره، مباراه سكر ابو رقاص مع جراند اوتيل في السد سوهاج الساعه 2 الظهر. نتمنى بقى ان الاسبوع ده باذن الله تقام المباريات ما نعملش زي الاسبوع اللي فات. بالتاكيد الدرجه الثالثه يوم السبت متوقفه تماما عشان الاستفتاء على الدستور، لكن المؤكد عندي ان مباراه الشرقيه مع كهرباء الاسماعيليه لم عايز تقام لان هم خلاص اختاروا مدير امن الشرقيه عايز وقفه لان انديه الدرجه الثالثه بتاعت الشرقيه ما بتلعبش يا دكتور، ده بيروح يلعبوا في في الخصم ما بيلعبوش في ملاعبهم زي ما قالوا. يعني باذن الله الايام القادمه تشهد مصر مزيد من الاستقرار من اجل عوده مصر الى ابنائها مره ثانيه، ولن تعود مصر الا من خلال ابنائها المخلصين. خلوني في النهايه قبل ما اختم ابارك لزميلنا وليد عبد السلام رئيس تحرير برنامج الكابتن احمد شوبير زفافه بمشيئه الله غدا. الدعوه عامه الدعوه عامه على مسؤوليتك يا استاذ مصطفى ابو امر. يا وليد بقول لك الدعوه عامه. اشكركم شكرا جزيلا. الحلقه القادمه الاحد القادم مع الزميل المحترم الفاضل علاء وحيد، حتى نلتقي مره اخرى دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.